تفضل. أعمل في المكتبة، وبعض الأحيان بيأتي ورق تبع المحاكم أو تبع الضرائب أو تبع البنوك التصوير، هل يجوز؟ طبعا عشان تمسك كل ورقة وتدرسها وتشوف أهميتها، فلو تتصل بواحد محاسب أو واحد محامي، كل ورقة بقى تقراها، وبعد ما تقراها تتصل بالمحامي أو بالمحاسب، وبعدين هو يقول لك طب الورقة دي هاتها لي عشان أقراها برضك وأشوفها وأشوف مدى يعني أهميتها أو من عدم أهميتها. فتاخد تاكس ب2 جنيه رايح و2 جنيه جاي، وتسيب المحل بتاعك عشان هو يقرا ورقه واحده، ورقه تتصور بخمسه ساغ تصرفك انت 5 جنيه، وتضيع ثلاث اربع ساعه. فطبعا ده يترتب على مشقه. فانا ارى ان المساله دي من امور البلاء اللي انت تمشيها. ماشي؟ ان شاء الله.